3000 سنة حضارة. مرحبا بكم في FM أحلى راديو، مرحبا بكم في تونس 3000 سنة حضارة، برنامج يومي من الاثنين للجمعة. برنامجنا حلمة، حلمة برشا توانسة حاسين اللي المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ، تاريخنا أحنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. أحنا ما نجم نقدم ولا ما نعرفه أحنا شكون. تونس 3000 سنة حضارة، من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فانتل. كي نحكيو على الفينيقيين وقرطاج، وجودهم في جبل طارق، وجودهم في إسبانيا، كنا حكينا الحلقة اللي فاتت على جديرة اللي هي مدينة ولا مستوطنة فينيقية موجودة حتى لليوم في إسبانيا. نحكيو كل مرة على الرحلات اللي كانت تصير قبل، وانا نحب نفهم معاك شنو الفرق ولا اش معناها رحلة إيبيرية أو رحلة ترشيشية. هي الواقع هنا مصطلحات، الواقع سميه إسبانيا ترشيش ترتسوس. إيرودوتس مثلا عندما يقول ترتسوس هو يشير إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بكلها، وخاصة إلى يعني الشيء اللي يعرف هو أنه في الجنوب الغربي لإسبانيا، حيث توجد مدينة المدينة هذه تسمى جديرة أو جدير حسب ما ورد في كتب المؤرخين. فمعناها الفينيقيون كانوا في غابر أزمنتهم يسمون ما نسميه اليوم إسبانيا مملكة ترشيش. هذه الاسم القديم لإسبانيا نجم نقوله، أنهم ربما كانوا يعرف منها كون ترشيش، هكذا سمعوا، ما يعرفوش البلد كله، يعرفوا ترشيش فقالوا منها بلاد مملكة ترشيش، سميوها ترشيش. هكذا ورد ذكرها في كما قلت في سفر الملوك، وزاد ورد ذكرها في كثير من المصادر الأخرى القديمة. فترشيش هذه تشير إلى بلد بعيد، بلد فيه كثير من العجائب والغرائب، وما غشك تفتق الخيال عند المؤرخين وعند الأوساط الشعبية باش يجهزوه بكثير من الأشياء، من حتى الخرافات. ويقولوا فيه كذا كذا، مثلا سنرى أن بعض الخرافات كونت لأنهم يعرفوش البلد ترشيش، يسمعوا بها بغير ما يعرفوها. بالنسبة لهم كانت حاجة مجهولة، دونك خلقوا معها أساطير. كنت أعطينا فكرة على هكا أسطورة ولا من بين الحاجات الخرافية اللي حكيوها على مملكة ترشيش؟ من بين الأساطير أنهم مثلا قالوا في تلك البقاع الشمس تظهر أكبر بكثير في غروبها من البلدان الأخرى، وهذا خطأ من الكلام. قولوا مثلا أنا في بلاد ترشيش ما عرفوهاش، كيف تجي تغرب الشمس يقع تصفير كيف الصفارة. هي قال شنو؟ قال أنا وقتها الشمس تحب تطفي النار اللي تمثلها الشمس، فكيفاش يطفيوا النار يوقع كيف التصفير، يعلنوا أعلين على كل يعني خرافات. وما غشك وقع حتى أحيانا تقع مشاجرات بين المؤرخين، هذا يقول كلام والآخر يقول كلام، وهو حتى حد منهم ما يعرفها ومشالها، ولكن بالسماع وبالروايات. وربما أيضا كان الفينيقيون يشجعون مثل هذه الخرافات. علاش؟ باش ما أولا باش يخوفوا، باش ما يمشي لها حتى حد، ثم باش يعتبروا أن الأمور هي هما زايدة، من هذا أيضا يعبروا على بطولاتهم أنهم وصلوا إلى هذه المدينة الغريبة التي لا يعرفها أحد دونهم. نحب نعرف الفينيقيين وقت اللي يسافروا يتنقلوا شو كانوا يقدموا لحرفائهم الجدد، وكيفاش كان يصير التبادل؟ أنا سؤالان هذا في سؤال، وأتمنى أن أكون مقنع في أجوبتي. فالناس بالنسبة للسؤال الأول، المرجح لدى المؤرخين المعاصرين أنهم كانوا فينيقيون، كانوا يأتون بالأقمشة ذات الألوان الخلابة المغرية، ويأتون بالفساتين الرائعة للنساء، وكل ما يتعلق بأدوات تجميل المرأة، ولا غروة أن ترى الزوج من هذه الجزيرة أو من تلك الربوع يهدي إلى زوجته أو عشيقته فستانا من صنع صور، كما نقول احنا توا من باريس، جاي من باريس قبل توا، حاجة مثخمة برشا معنا، فستان من صور أو من صيدة أو بأحد المدن الفينيقية الأخرى، مثلا سرافند اللي كانت تسمى في قديما سارفتا، والآن موجودة سرافند في قبل ما توصل لمدينة صور، تلقى مدينة سرافند وقع فيها حفريات ولقاوا فيها برشا أشياء اللي هي
أيضا تلقي ضوء كبير على الفينيقيين وتاريخهم. وانا فهمت من كلامك أنه السلع الفينيقية مشكورة، عندها قيمة كبيرة برشا مدام يتبهيو بها كما هكا. بالضبط، أولا هما كانوا يتقنوا الألوان، كان دائما يحبوا الألوان زاهية، حتى كيف الروم يمثلوهم ساعات المصريون يمثلوهم بألوان بلباس فيه ألوان متعددة متناسقة، واشتهروا خاصة بصناعة المجوهرات ذهبية، أقراط أو بلالتشك خويتم زينة غير ذلك منها. فكانوا هذه الأشياء وغشكي هم الذين يقدرون أسوامها ويفرضون أسوامها كما يريدون، وسيما أنهم كانت هناك المقايضة. المقايضة تعمل معناها قدم بضاعة يعطوك بضاعة، مثلا سلعة بسلعة، بضاعة بضاعة. الناس اللي عندهم ذهب مثلا يجيوا الفينيقيون ما يعرفوش لغتهم، ذلك ما تعرفوش عليهم، حطوا سفينة قرب الشاطئ، يهبطوا ويضعوا البضاعة متاعهم على الشاطئ ويعودون إلى سفنهم، يتركون البضاعة ويعودون سفنهم، يعملون معناها كما نقولوا احنا سيب دخان باش يعلموا الناس فرتة في المنطقة دي كأنهم جاءوا اللي هما وصلوا ويجيون القبائل يشوفوا البضاعة هذه ويحطوا منها ثمن أما ذهب أو عاج أو غير منها بضاعة أخرى، ثم هذه التجارة الصامتة من غير ما يحكي مع بعضهم، غير ما يحكوا مع بعضهم، ما يتناقشوش، ما يبيعوش ويشريوا. منها الطريف، أن هيرودوتس القرن الخامس يقول الطريف هو أنه ما حتى حد ما يسرق صاحبه. جوستومون أنا كنت باش نسألك، للدرجة هذه كانت فما ثقة قبل يحطوا السلعة نتاعهم ويمشي ويلقاو حقها؟ هذا ما نقرأه فيما أورده خاصة المؤرخ الإغريقي هيرودوتس. وهم معناها زي وقت نتحدث على وجود الفينيقيين في جنوب إسبانيا، ينبغي أن نتحدث أيضا على هناك شعب آخر إغريقي وصل صدفة، ما كانش مبرمج هزوا الريح. شكونوا الشعب هذا؟ الشعب هذا كان يسكن في من مدينة فقيئية في آسيا الصغرى، بلاد الأناضول على الشاطئ. كان فرس من سيطروا على تلك الربوع وأطردوا كثير من الشعوب من مدنهم ليحتلوها، فخرج الفقيئيون وحطوا بدأوا عملوا، هم كانوا بارعين في الملاحة، كعملوا من سفن وهاجروا بها وجاءوا حتى جزيرة كورسيكا وأسسوا فيها مدينة وأصبحوا يتعاطون القرصنة بين سردانيا وقرطاج والأتروسكيين في إيطاليا، فوقع حلف بين القرطاجيين والأتروسكيين وقاوموا تلك القوة التي تهدد الملاحة وتهدد التجارة وقضوا على الفقيئين. و يبدو أنهم كانوا مغامرين من كبار المغامرين الفقيئيون، فهزهم الريح إلى إسبانيا ودخلوا وصلوا حتى المملكة، مملكة أرغونتونيوس ملك ترتيسوس ملك ترشيش استقبلهم ضيفهم وأنا اشترى من عندهم بضاعة كانت معهم، وحتى اقترح عليهم خاطر كانت وقت إسبانيا كانت ما فيهاش ياسر السكان، اقترح عليهم بيش يسكنوا حذاه، يعطيهم أراضي ويسكنوا ويستقروا فيهم. ما حبوش ومشاو مغامرين، ولكن ما غشك سرعان ما وصل الخبر إلى الفينيقيين فكانوا على استعداد ليعوضوا الحضور الفقيئي ويتمكنوا من السيطرة على مناجم المعدن، معادن الثمينة وشبه الثمينة، بل وصلوا حتى توجهوا حتى إلى بحر الشمال، وصلوا حتى لبريطانيا للحصول على القصدير، والقصدير شيء هام ياسر، أنه هو اللي مكن من صناعة البرونز، يقع مزج النحاس بالقصدير فيكون البرونز، والبرونز من خاصيته أنه معدن قوي، من وقتها كان يقول نجم نقول احنا استراتيجي، البرونز يعطي أسلحة، منها عندما يقع ضرب بسيف من برونز يلتوي ولا يتكسر، أما السيف من نحاس فضربه ولا ضربتين يتكسر ويطيش. إذن ماذا كان قوة الفينيقيين في هذا في هذه الأشياء في المعادن هذي في المعادن وفي نجاعة الأدوات التي يصنعوها. وكذا حتى ترقى في التاريخ يسمونك عصر الحجارة أو العصور الحجرية وعصر البرونز. عندما تم اكتشاف البرونز ومغشك تمكن الفينيقيون من السيطرة على هذه الصناعة بسيطرتهم على المناجم القصدير، استحوذوا على المادة هذه.
قلت لي الفينيقيين استغلوا الفرصة ومشاو لبلاد ترشيش. حبيت نعرف كيفاش وصلوا وقتاش وصلوا. اي صحيح، هما تو حسب ما ورد في النصوص قولوا انهم وصلوا حوالي 1110 قبل الميلاد، أي في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وهو هذا تاريخ، هو تاريخ انطلاق الفينيقيين في المغامرات البحرية. علاش وقت انطلاقها؟ لأنهم هما وقتها مكنوا من بناء سفن تمكنهم من مواجهة الأمواج، من ضغط الماء ومواجهة الرياح، وأيضا تمكنوا من جعل السفينة تسبح بسرعة كبيرة. وهذا من باب ربما تاريخ الملاحة وصناعة السفن، ويجرن هذا إلى أشياء أخرى. وهذا يظهر لي يرجع لاختراع المسمار هكا ولا؟ إن شاء الله حفظ درسين على خاطر اخترعوا المسمار، الفينيقيين نجموا يصنعوا سفن متينة تخليهم يقوموا بالمغامرات نتاعهم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. صحيح. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتت الحلقة ينجم يلقاها على EFM.in. غدا نتقابل في حلقة جديدة على EFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.